كابتن بلال، من وجهة نظرك محتاجين ايه الفترة اللي جاية؟ بص، يعني الوضع اللي احنا فيه في الوقت الحالي على فكرة وضع طبيعي، يعني طبيعي، يعني انا مش عايز اقول انه شاذ، لان انت سنه الحياه الاهلي مش هيكسب كل حاجه على مدار تاريخه، يعني يا جماعه مظبوط، يعني وضع طبيعي جدا انك بتكسب 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 يعني بتكسب بتكسب، هيجي وقت تقع صح في سنه او سنتين، وخد بالك انت لما بتقع ما بتقعش من كل حاجه، عشان لا 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 ايه لا لا طبعا يعني الناس ما تحسسناش ان احنا ايه يعني في حته تانية. مظبوط، لا انت وانت واقع واخد افريقيا صح، تمام، واخد تالت عالم، واخد تالت عالم وانت مظبوط، واقع، ايوه، خد بالك او يعني انت مش في افضل او حالاتك انت مش يعني، في افضل حالاتك زي ما بنقول. فانا شايف ان الامر ده احنا لو خدنا كل حاجه ده الفرقه الثانيه بتعمل ايه؟ مظبوط، فاهم؟ ايوه، ومفيش نادي في العالم يا جماعه بيقعد ياخد يكسب كل طول حاجه طول طول العمر، بالظبط، استحاله. ده بايرن ميونخ اللي مسيطر على الكون كله في المانيا هناك برضه بيخسر دوري مظبوط، عام، يعني بيجي له وقت كده وبرشلونه في اسبانيا وريال وبيخسر، مدريد ريال مدريد طبعا يعني طبيعي يا كابتن، يعني فانا بقول ده امر طبيعي، بس الامر الطبيعي ما بيبقاش مقبول من الجمهور بتاعك جمهور يعني، انت الاهلي، ولا مقبول ليك انت شخصيا، انت مظبوط كنادي او كلعيبه او كمنظومه، كاداره او كمنظومه، مش مقبول برضو، لان انت نفسك تكسب على طول، صح، بس ما فيش في كره القدم كده في العالم، في العالم يعني. فانا بشوف لا، السنه دي او السنتين في الدوري العام دول في ترتيب كعاده النادي الاهلي، اعاده الترتيب مره تانية، التخطيط بشكل جيد، ان الكباتن اتكلموا في الحاجات الفنيه، ان اكيد الاهلي يتعاقد مع بعض اللعيبه من خارج مصر، اكيد الاهلي يتعاقد مع بعض اللعيبه من داخل مصر، اللعيبه هتبتدي يعني بعد فترات الراحه الجيده للعيبه الكبيره اخذتها زي ما قال الكابتن اسامه من شويه، اخذتها وهترجع بشكل يمكن في راحه شويه للموسم الجديد، هيبقى الوضع مختلف تماما. خد بالك انت مع يعني في أسوأ حالاتك البدنية، أي، وسوء التوفيق والتحكيم، وانت يعني كان الفرق بينك وبين الخصم تقريبا ست نقط، أي، خد بالك، وقلت خلاص انا مش هقدر اكمل بالشكل ده، أي، مش الفرق من الفرق مش شاسع، خد بالك، مش الفرق مش مخلص الدوري زي فايلر كده من الدور الاول، أي، انت فاهم قصدي؟ مظبوط مظبوط، يعني امال بقى لو 50 دوري زي فايلر كده يعني، وبيننا وبين الخصم 80 نقطه، كنا يعني كنا المفروض نزلنا راسنا في الشارع احنا بقى كمان، خد بالك، يعني حاجه غريبه اصلا، فاهم قصدي؟ ايوه يعني لحد دلوقتي مش عارفين يفرحوا انت فاهم؟ ايوه يعني الى الان مش عارفين يفرحوا، بعد الماتش ده هتبتدي يقول خلاص احنا خدنا الدوري الحمد لله، يعني الى الان وانت بتلعب بقالك ست ماتشات بالناشئين او باللعيبه البدلاء ومش قادر يفرح لحد دلوقتي، لانه ايه؟ مش واثق في فرقته اخر ثقه عليه. فاللي عايز اقوله كده يحصل تغييرات، وضع طبيعي، في لعيبه هتنضم للنادي الاهلي، كباتن اتكلموا على اللعيبه المحترفه، الكواليتي بتاعت اللعيبه المحترفه لازم يكون مختلف، يعني مظبوط، مش هتكلم بقى في اسماء بعينها، لكن الكواليتي لازم تكون مختلفه، لعيب لو ما كانش يبقى سوبر ستار يبقى ما ينفعش يجي النادي الاهلي، صح، سواء اذا كان لعيب محلي او لعيب من الخارج، يجي بقى من افريقيا، يجي بقى من امريكا اللاتينيه، الارجنتين والبرازيل والاكوادور والدول دي، اتس اوكي تمام، اللعيب اللي هيبقى في مصر لازم كيفيه الانتقاء، انا يا جماعه مزبوط. انا عارف النادي الاهلي عنده سياسه جيده، بس انا اللاعب لازم اراقبه سنه على مزبوط. على الاقل، اشوف اصاباته واشوف الفيزيكال بتاعه واشوف بيلعب قدام الفرقه الصغيره شخصيته قدام الفرقه الكبيره، وكمان طبعا شخصيته شخصيته واسال وادرس، تاثره الضغط مظبوط بتاعه، لازم يبقى فيه كده يعني منظومه بتتابع بالظبط، عشان يقدر يقيمك صح، ما انت ممكن تسوى بالظبط 20 مليون واقول لك ب 10 او أي. العكس، أي. ممكن تبقى انت بخمسه واقول لك لا ده ب 20، فاهم قصدي؟ بالظبط فدي بالظبط، حاجات لازم تتبع، واعتقد مجلس اداره النادي الاهلي والناس المسؤوله عن قصه التعاقدات في النادي الاهلي هيتابعوها بشكل جيد، يعني ان استمر سوارش يعني بالتوفيق ان شاء الله، ان لم يستمر برضه فجود لك المدير الفني.